عاوزين ناخد تركيب جهاز ليزر الهيليوم نيون. ليزر الهيليوم نيون. كأننا بنراجعه تاني. أول حاجة الوسط الفعال. حلو. الوسط الفعال أنبوبة. الوسط الفعال أنبوبة عاملة زي شبه منحرف كده. بالظبط. تمام كده. وهذه الأنبوبة يكون فيها المادة الفعالة. بالظبط. يعني هي يعني هي تحتوي من بقى المادة الإيه؟ الفعالة. تمام؟ اللي عبارة عن خليط من الهيليوم والنيون. بنسبة كام لكام؟ 10 هيليوم 1 نيون. تحت ضغط منخفض. كويس. 6 مليمتر زئبق. كويس. بها نافذتين ضوئيتين. كويس. ما وظيفة النافذتين الضوئيتين؟ دبليو دبليو دي موجودة في الكتاب، اللي هي النافذة اللي هينفذ منها الشعاع عشان يروح للمراية عشان ينعكس عدة انعكاسات. بالظبط. اللي هي الشرط اللي قاله أينشتاين عمل الترتيبات اللازمة لحس أغلب الذرات. تمام. يبقى النافذه اللي هيخرج منها، يعني الشعاع لا ينفذ الا من النافذه اللي انت حددتها دي. تمام. ما يخرجش من جدار الانبوبه الاعلى واسفل، ده معتم. تمام. لو راح الشعاع اللي هيمتصه. يعني هي بتخرج كده رايحه جايه موازي محور الانبوبه. ايوه مهم جدا. تمام. بقى انها تخرج موازي محور الانبوبه فيحدث لها عده. بالظبط. انعكاسات. تمام. فيها خليط من الهيليوم والنيون نسبه 10:1، بها نافذتين ضوئيتين، 2 التجويف الرنيني، مرأتين. هنا بقى هرسمهم ايه؟ مقعرتين. واحنا اتفقنا ان هم ممكن يبقوا مستويتين. ممكن مستويتين. تمام. هنا مقعرتين، واحدة عاكسة. تمام. اللي هي دي عاكسة. تمام. متعامدتين مش كده؟ على محور على الوسط الفعال او على محور الانبوبة. واحدة معامل انعكاسها 98% والتاني معامل انعكاسها واحدة تانية 99.5%. يعني تقترب من 100%. تقترب من كده. تمام. تمام. تحب اوصف طبعا تضخيم وتكبير شعاع ليزر. تمام. اما بقى مصادر الطاقه بقى. الطاقه. ايوه طبعا ده مجال كهربا مستمر. طالما هنا عشان ليزر غازي هيليوم نيون اتفقنا عليه. ضغط كام؟ ما ضغط منخفض طبعا. كام؟ من 6 من 10. احنا قلنا 6 من 10 ده جوه بقى الانبوبه. جوه الانبوبه. تمام. الضغط جوه الانبوبه 6 عشان ده تفريغ كهرباء تحت جهد مستمر. تمام. 6 من 10 دي جوه الايه؟ الانبوبه. قلنا خليط من الهيليوم والنيون بنسبه 10:1 تحت ضغط منخفض 6 من 10 مليمتر زئبق. تمام. بها نافذتين ضوئيتين الوسط الفعال. كويس. الوحده المسؤوله عن توليد وانتاج فوتونات الليزر اللي هو التجويف الرنيني. بعد تمام. بعد قلنا بقى مين اللي هو بقى الوسط الفعال. اما التجويف الرنيني تمام اللي هو المرايتين تضخيم وتكبير شعاع الليزر. احنا بقى الان في مصدر الطاقه مجال كهربي مستمر يقوم بتشغيل انبوبه تفريغ تحدث الاثاره تحت ضغط 6 من 10 مليمتر. كويس. انا وانا شغال قلت هيليوم وقلت نيون. الليزر بيتولد من مين؟ الضوء المسؤول عن ضوء الليزر الاحمر المميز هنا هو ذرات النيون. تمام. طب والهيليوم؟ ده الهيليوم بقى دي العامل المساعد اللي هيثير ذرات الايه؟ النيون. يبقى انا عندي الوسط الفعال فيه ماده خامله وماده فعاله. مين الماده الفعاله؟ النيون. النيون. مين الماده الخامله؟ اللي هو الهيليوم. الهيليوم. تمام. وله وظيفه بالظبط مهمه. بالظبط. تمام. شرح العمل.